راس البحر. متابعي قناة جو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، مساءكم سعيد. اهلا وسهلا مباشرة مدينة طنجة. كما كتشوفوا في هذا الاثناء كورنيش المدينة خاوي، بعد ما شفناه قبل ساعة من الان هو في اجواء عامرة، رغم انه البرد القاري صراحة طيلة هذه اليومين في المدينة. شفنا ان الحركة كانت لازالت مستمرة قبل ساعة من الان، حتى لحد الان صراحة مازال الحركة سواء على مستوى السير ولا حتى على مستوى الراجلين او الراجلين كما نشاهد في هذه الاثناء. هذه مدينة طنجة طبعا، مدينة او معشوقة الملايين، عليها اقبال دائما على مدار الساعة على طيلة الاسبوع وطيلة السنة. الا انه كما قلنا البرد القاري الصراحة كيخلي السكينة دائما يدخلوا بحالهم او كيقلل من عدد الزوار في الكورنيش او في كل نواحي المدينة. كنشوفوا متابعينا الاوفياء اجواء جميلة صراحة وهادئة جدا في كورنيش المدينة. كما العادة متابعينا الاوفياء، ما تنساوش تكتبوا لنا من اي مدينة تتابعونا هذا البث المباشر، واش حتى نتوما عندكم اجواء بارده ولا غير فقط عاصمه بوغاز مدينه طنجه او شمال المغرب هو اللي فيه هذا البرد القارش. الشمس الحمراء راه عامر. رشيد اهلا وسهلا. كما قلت متابعينا الاوفياء، دائما حتى نتوما شوفوا معنا هذا البث المباشر، شاهدوا معنا هذه الجوله هذه. ايضا ما تنساوش كتبوا لنا منين كتابعوا هذا البث المباشر شنو هي الاجواء اللي عندكم في المدن ديالكم، واش كاين شي برد قارس او لا. العميق اهلا وسهلا بناس مدينه طنجه، تحيه لرجال الامن اللي كاينين في كل الشوارع وازقه هذه المدينه الجميله في كل وقت على مدار الساعه لحمايه المواطنين، فتحيه لهم من الاعماق ومشاخر الامن. كاين بزاف ديال الناس اللي كيشتغلوا في خفاء من اجل حمايه وسلامه وجماليه هذا الوطن الشريف. زكريا ما عرفتش علاش حاسس بك كتضحك عليا، ولكن اهلا وسهلا بناس الموزمبيق. طبعا مرحب بكل اجناسي هذا العالم. احمد اهلا وسهلا بناس العيون، ناس صحراءنا المغربية. متابعينا الأوفياء، سألتقي بكم إن شاء الله بعد قليل في بثوث مباشرة أخرى، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.